لا شك أن هذه الرسالة المهمة والقيمة، وخاصة في هذه المرحلة، من السيد القائد المرشد علي خامنئي للأستاذ إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتي أكد فيها المرشد القائد على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولن تدخر الجمهورية الإسلامية جهدا في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه في ظل تصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للمخاطر والتصفية النهائية فيما يسمى بقضية سرقة الأراضي وضم الأراضي تطبيقا لصفقة القرن. هذه الرسالة لها من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، تمثل دعما رئيسا واستراتيجيا للمقاومة على أرض فلسطين، وهذا يدلل على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للحقوق الفلسطينية والداعم للمقاومة الفلسطينية. نحن نثمن هذه الرسالة ونقدرها عاليا، لأنها تدلل على هذا الدعم المتواصل للقضية وللمقاومة الفلسطينية، وتدلل على وقوف إيران مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأن تأتي هذه الرسالة من رئاسة وقمة الهرم في إيران السيد القائد المرشد علي خامنئي، تدلل على أن إيران بمرشدها وقياداتها وحكومتها وكل أبناء الشعب الإيراني هم يدعمون القضية الفلسطينية، ونحن نقول إننا سنواصل مسيرة المقاومة حتى نفشل صفقة القرن وقرارات الضم، ولنؤكد على استمرار التمسك بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. نثمن هذه الرسالة عاليا، وهذا الموقف المسؤول والمبدئي من الجمهورية الإسلامية ومن السيد القائد علي خامنئي، نعم، الذي يدلل على الدعم المستمر لهذه القضية والمقاومة الفلسطينية. دكتور إسماعيل، تتحدث عن دعم استراتيجي وكذلك رئيسي في ظل هذه المحطة المفصلية لتصفية القضية الفلسطينية، كيف سيستثمر حمسويا هذا الدعم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك فصائل المقاومة وفلسطين أجمع من خلال هذا الدعم؟ أتحدث بأرض الواقع، هل يمكن أن نشهد تحركات يمكن مشابهة لشكل جديد من الانتفاضة خصوصا بالضفة مثلا؟ نعم، لا شك أن هذه الورقة وهذه الرسالة الداعمة والموقف العملي الداعم في الميدان للمقاومة الفلسطينية، الدعم السياسي والمادي والمعنوي والعسكري الذي تقدمه إيران مشكورة، لا شك أن له ترجمة على أرض الواقع. أول شيء كسر إرادة هذا الاحتلال الصهيوني وخلق توازن الردع مع هذا الكيان الصهيوني والإعداد لمعركة التحرير. الجانب الآخر كذلك ستكون لها يعني إثارها الإيجابية على تحقيق الوحدة بين فصائل المقاومة وتمتين هذه الوحدة على الأرض الفلسطينية، وهذا يعني سينسجم مع اللغة الوحدوية التي حث عليها السيد القائد والتي رأينا ترجمة عملية يوم الخميس الماضي حينما كان المؤتمر الصحفي للشيخ صالح العروي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجبريل الرجوب. هذا يدلل على أننا نسير اتجاه تحقيق الوحدة ولمواجهة هذا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وضرورة توحيد كل الجهود لمقاومة ما يسمى بضم الأراضي وسرقة الأراضي، ولنؤكد على أننا موحدون في مواجهة صفقة القرن وقرارات الضم، وأنها لن تمر وسنجابها بكل ما أوتينا من قوة. هذا الموقف المبدئي والداعم من إيران ومن أمتنا يعطينا أملا أن المستقبل لنا وأن المستقبل للمقاومة ولوحدة هذه الأمة ولكل مكونات الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية. أما الخزي والعار والتراجع للمهرولين والمطبعين الذين لا يمثلون شعوبهم ولا عمق ضمير هذه الأمة النابض بالحب لفلسطين والذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية كما هي إيران اليوم، التي تؤكد على لسان المرشد
علي خامنائي بأنها تدعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه سواء على صعيد المقاومة والدعم المادي والسياسي أو على مستوى الدولي لملاحقة قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى دعم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض الفلسطينية. هذا التنسيق دكتور إسماعيل هو رد يعني من قبل إن كان محور المقاومة أو كل الأطياف أتحدث بفصائل المقاومة أو دول داعمة لفلسطين، وخصوصا في إطار مخطط سرقة الضم أو مخطط الضم الذي يسعى إليه نتنياهو وكذلك داعمه ترامب. اليوم هل هو رد أيضا على من ذكرت بأنهم مهربلين نحو التطبيع، خصوصا وأننا نتحدث عن أنظمة عربية قد تجاوزت يمكن مبدأ التطبيع بل ذهبت إلى التحالف الاستراتيجي والبصمات العربية بمخطط الضم؟ هذا التنسيق والتبادل في هذه المواقف المبدئية وعلى مستوى المرشد العام السيد علي خامنائي يدلل على الاستمرار في دعم محور المقاومة، وهذا يدلل على أننا حريصون على وحدة الأمة بكل أطيافها، ولكن يقف على رأس هذا التكتل الذي نحن نريد أن يكون أكبر تكتل عربي إسلامي داعم للموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة صفقة القرن وقرارات الضم. وعلى رأس هذا التكتل الإسلامي تأتي قوى المقاومة، وهذا يترجم بشكل عبري من هذا الموقف المبدئي والداعم من السيد القائد علي خامنائي المرشد الذي يؤكد على استمرار هذا الدعم والموقف المبدئي الداعم للقضية والحقوق الفلسطينية. نحن حريصون على تمتين هذه الجبهة وعلى الاستمرار في العمل المشترك على صعيدنا في الفصائل الوطنية والإسلامية التي بدأنا باعتماد خطة وطنية لمواجهة سرقة الأراضي. هذه الخطة الوطنية التي تحمل باتجاهاتها الثلاث، الاتجاه الأول المستوى الفلسطيني، الاتجاه الثاني العربي والإسلامي، الاتجاه الثاني على المستوى الدولي. ونحن على الصعيد الفلسطيني حريصون على هذه الفعاليات المستمرة. كل الخيارات مفتوحة لإسقاط صفقة القرن وسرقة الأراضي، وعلى الاحتلال أن يدرك بأنه يفتح على نفسه أبواب جهنم. لن تمر هذه الصفقة ولا سرقة الأراضي لو على أرواحنا، وكل الخيارات مفتوحة وعلى رأسها المقاومة المسلحة وكذلك المقاومة الشعبية وكل أشكال المقاومة سياسية شعبية مقاومة مسلحة لإسقاط هذه الصفقة وقرارات الضم، لأننا أصحاب الحق الشرعيين على هذه الأرض.